يقول: هل العمل شرط في صحة الإيمان؟ يا أخي، العمل من الإيمان، من الإيمان، داخل في الإيمان، ما هو بشرط، بل هو ركن من الإيمان. لا يقوم الإيمان إلا على ثلاثة أشياء، بل على أربعة أشياء: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان. فليس العمل شرط، وإنما هو من حقيقة الإيمان، من حقيقة الإيمان ومن ذات الإيمان. نعم.